هو انا ازاي اسمح للاعضاء باضافة اشخاص للمجموعة على الواتساب؟ فده موضوع حلقتنا النهاردة، فتابع معي. السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي، قناة ياسمين عاشور. النهاردة كده هقولك ازاي نعمل سماح للاعضاء باضافة الاشخاص للمجموعة على الواتساب. ياريت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. لو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك، وما تنسيش تصلي على النبي في كومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا على الواتساب. بنروح مع بعض كده على الواتساب، وبروح على المجموعة بتاعتي بضغط عليها. من هنا ببدأ يظهر لك بالشكل ده، ببدأ ان انا اطلع على اسم المجموعة ويظهر لك كده، وببدأ ان انا اضغط دلوقتي على الثلاث نقاط دول. لا انا اسفة، على اذنات المجموعة. اذنات المجموعة لو ضغطنا على اذنات المجموعة، هنا الاذنات بتاعت المجموعة زي ما انتم شايفين يستطيع الاعضاء. هنا بقى انت بتسمح للاعضاء بايه؟ يعني بتسمح لهم مثلا بتعديل اعدادات المجموعة، بارسال الرسائل في المجموعة، باضافة اعضاء اخرين. فطبعا انتوا زي ما انتوا شايفين ممكن تلاقوها مقفولة عندك بالشكل ده. هنا اضافة اعضاء اخرين بتبدأ تفعلها، لازم تكون مفعلة عندك عشان تعمل سماح للاعضاء ان هم يضيفوا اشخاص للمجموعة على الواتساب. لازم تكون دي مفعلة، اضافة اعضاء اخرين بتبدأ ان انت تفعلها عشان الاشخاص اللي في الجروب نفسه او المجموعة يضيفوا اشخاص في الجروب بتاعك. لو انت مش عاوز بتقفلها وما فيش اي مشكلة، انت بتقفلها محدش يقدر من الاعضاء او الاشخاص الموجودة في الجروب يضيفوا اشخاص تانية. بس كده، عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات، انا برد على كل التعليقات. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.